ما تنقص من عندك قاع نشفى وعلى بالك حكي ونسينا فيها تسمع خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد هات الدنيا. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، معكم حماد القرشي من قناة الراوي ستوريس وفي قصة جديدة إن شاء الله. البطلة ديالها حنان، وغادي نكتشفوا تفاصيل القصة بعد الفاصل. أنا حنان والعمر ديالي 30 سنة. حياتي مليئة بالمعاناة والأحزان، عشت الظروف اللي جيت قاسية في سن صغيرة في الوقت اللي كان مفروض أنني نكون كنعيش أجمل الأوقات وحكايتي مع العالم الآخر، بالذات وأنا في عمر الزهور وأنا طفلة 5 سنوات. كنت ناعسة في بيت المقابلة للطواليط والباب كان محلول، شفت واحد الخيال على شكل آدمي خارج من تماك وجيني يشل عندي، وبالضبط من فوق راسي. انا في هذيك اللحظه ما خفتش، بغيت نشد ليه في رجله، وفي هذه اللحظه ويدي تكهربات ضربها الضو شويه. عيطت لماما وقلت لها باللي شفت شيطان، وقالت لي ما تخافيش ما كاين والو، كنا عايشين في واحد الباديه ومنعزلين على الناس وفي واحد المزرعه كانوا فيها الابقار والدواجن، وفي هذيك المزرعة اللي كان فيها بزاف ديال البيورة كبار كانت قريبة لنا واحد المقبرة. أنا كنت كنخاف بزاف من هذيك المقبرة، حيتاش ملي كنت كنمشي نتسخر عند البقال كنت كندوز من ديك المقبرة اللي كانت من وسط الأشجار. كنت كنخاف بزاف وكنحاول ما نشوفش لديك الجهة. واحد المرة وأنا جالسة مع بابا كنا برا وفي الدويرة شفت شي حد كيراقبنا، كان كامل كحل وما قدرتش نهضر، تكمشت في بلاصتي. وبعد مدة رحلنا من هذيك البادية ومشينا لمزرعة أخرى بعيدة شوية، كانت زوينة وكان مقابلنا المحيط الأطلنطي، كاينة غابة كبيرة. كنت كنعس في واحد البيت أنا وخواتي، وكنت كنخاف من هذيك البيت وكانت كبيرة بزاف. واحد الصباح اللي كان بكري نطت وبغيت نتمشى مور الدار، شفت في الغابة ولقيت نفس الشخص والخيال ديالو أسود، هذاك اللي شفته في المزرعة القديمة وأنا مع بابا من هذه سنوات. كان واقف كيراقبني، أنا خفت ورجعت للدار كنجري. واحد الليلة أخرى كنت أنا واختي الكبيرة شفنا عينين مقوسين وبيضين في الخامية كيشوفوا فينا، غطيناها وحاولنا ما نشوفوش حتى نعسنا. واحد المرة أخرى في الطواليط شفت في الأرض كانت فاس قبل ما، ومن اللي بقيت كندقق في داك الماء لقيت راس وما ديتهاش في ديك الشي. وبعد سنوات رجعنا ومشينا دخلنا المدينة، وهنا بدات المعاناة والمشاكل الكبيرة. كنت كنكون غير كنبكي بسبب التنمر المدرسي والمشاكل العائلية والطامة الكبرى، انني كنت كنبكي في الطواليط بزاف وكنبقى تماك وقت طويل. وقعوا لي شي مشاكل بزاف وكنت وحيدة وما عندي اللي يسمعني ولا اللي يفهمني، وكنت مدمرة بمعنى الكلمة. كنت كنمشي حدا الطواليط وكنهضر مع الجني وكنقول لهم ساعدوني ساعدوني، وانتوما دافعوا عليا راني غير وحدي راني غير وحيدة الله يخليكم. كنت مراهقة وضايعة ضايعة في هالدنيا، من قوة الوحدة ما كنتش لاقية مع من نهضر، كنت غير بوحدي. كنت كنحاول ما امكن انني نتفادى الاختلاط باش ما نتعرضش للحقرة. انا كنت كنقرا مزيان وكنت كنتميز بقوه الذاكره،
وكانوا بزاف الناس اللي حاسديني على الاجتهاد ديالي، وصافي تبلوكيت بالمره. كل ما كنجي نشد شي كتاب باش نقراه كيبقى الظهر ديالي كيضرني بزاف، حتى العمود الفقري تعوج ليا من الفوق. في الوقت اللي ضرباتني العين هذاك العام كنت في التاسع اعدادي، وملي طلعت السانكيام لقيت راسي بالمره مبلوكيه وما بقيتش فاهمه والو، وعاد كنت عمليه. عام 2006 اللي شفت الجن بعيني بقاو كيبانوا ليا ومزيان. كنت مع شي عائله في الباديه، كنت انا واحد البنت، خارجين في الليل شفنا جوج الخيالات كانوا كاملين بالكحل. كنا بسم الله الرحمن الرحيم وزدنا، وفي هذاك الصيف كانت النفسيه ديالي ما يعلم بها غير الله. تعرضت للظلم كبير من طرف بعض الاشخاص واللي كان من المفروض انهم يحميوني ويوقفوا بجنبي، للاسف هما اللي دمروني. هذاك الصيف 2006 عشت فيه ايام كحله، كنت كنحس بالغربه وانا وسط العائله، كنت كنتخبى تحت الطابله ولا في الدوش. واحد الليله بقينا كنهضروا على الجن، ويا ريتني ما هضرنا، حيت مورا الفجر وانا ناعسه حسيت بشي حد كيلمسني في عنقي ويديه باردين ولمسني حتى في صدري. ضرباتني الفيقه وحليت عينيا، لقيت واحد كامل كحل ما بين فيه والو، لابس سلام وكان فوق مني والوجه ديالو عنده شي برمشه عين مشى. درت لهاد الجهه لقيت قبالتي وسط الغمامه بيضه، عنده ذيل طويل وفي الاخر ديالو مثلت، كان حاني راسه والقب نتاع السلام ديالو غادي في شكل مستقيم وتم راجع ليا. فهذيك اللحظه انا غوت، ماما ماما، نادو خواتي وشالوا الضو. واختي الصغيره في الوقت انا اللي غوت شافت بحال موجات سوداء فين انا ناسه. ملي كان قبالتي كان فوق خواتاتي بحال الا ما كاينش. هذيك النهار كانت الخطوبه ديال اختي، وكنا يلاه رحنا من ديك الدار، وهذيك الدار كانت مسكونه، حيت ماشي غير انا اللي شفت، حتى من خوتي شافوا داكشي اللي شفت. خويا في الصباح شاف شي حاجه جراه، حل عينو ولقى راسو عند الباب ديال الطواليط وقبالته مراه لابسه كسوه بيضة. ضرباتو بطرشه وملي فاق مزيان لقى راسو في بلاصتو. هذيك الدار كانت عامره بسراق الزيت وكانوا كبارين وكيخوفوا، وانا واحد المره حلمت ايضا باللي شي حد كيضربني الكتفي. فقت وما قدرتش نتحرك بصعوبه باش نط، وكتفي كان كيحرقني بزاف. مشيت لليسي وكتفي كان باقي كيحرقني. واحد النهار في العشيه وانا في الكوزينه غير بوحدي، الباب ديال الكوزينه تحلات غير بوحدو ورجعت تسدات، حتى من خويا واحد اخر كان ناعس في البيت هو ومرتو، وتفتحات عليهم الباب بالجهد، جاهم الخوف. وبنت خالتي كانوا ساكنينها قالت انها الدار مسكونه، وانا سمعتهم كيهضروا وكنسمعهم كيتمشاو في الدار. وماما قالت لا هادشي ما يمكنش منه وما كاين منه والو. هاد بنت خالتي واحد الليله دخلت عندي الكوزينه وكنت كنغسل الحوت، بقات كتاكل في السردين وهو خضر، انا بقيت غير كنشوف وكنت مصدومه فيها. وملي بقى كيتقرا القران بزاف ديك الدار شويه الامور تحسنات، ولكن انا لا. بنفس الصيف 2006 كنت مشيت ندوز شي ايام مع خالتي، وواحد الليله بنتها تعصبات وجا هداك الشي. ملي جينا نعسو نعسات قدامي كنت ميته بالخوف، كانوا تما وحسيت بهم، سمعت طقطقات ديالهم شويه، واحد اليد كربشاتني من رجلي ويد بالاظافر ديالها طوال بزاف. انا كنت مخلوعه وبقيت كنعيط بنت خالتي الكبيره، ناضت هادي نيت اللي ممسوسه وشعلات الضو، قالت لي ما تخافيش يا بنت خالتي. وفي الصباح سولتها قالت لي انا ما نطش بالليل وما هضرتش معاك، تماك عرفت باللي الجن هو اللي هضر معايا. بعد عام بالضبط على هذيك الاحداث تقدم لي واحد الراجل، انا كان الحلم ديالي انني نكمل الدراسه ديالي، وكنت كنحمل النهار اللي ندخل فيه الجامعه كيفي كيف اي بنت، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مشيت وعملت عقد الزواج بظرف وجيز، وانا ما كنتش مرتاحه وما مقتنعاش بالمره، لدرجه هذاك النهار اللي عملت فيه العقد دخلت للطواليط وبديت كنبكي، كنبكي بحرقه، وقبلتي كانت المرايه لمده ديال نصف ساعه او اكثر. ومن بعد تنادم معايا الحال بزاف، بالاخص
من اللي عرفت الشخصية ديالو كيف عاملة بغيت نسهلي ونفسخ العقد قبل من كل شيء. عائلتي ما بغاوش، كنت غير كنبكي بالليل وبالنهار وحتى في الشارع، كنت كنحس براسي غادي في طريق الهاوية وباللي هاد الزواج غادي يدمرني، والمصلحة ديالي أنني ما نكملش في هاد الزواج ونقد نفسي. ولكن هايهات، دارنا عارضوا هاد القرار وقالوا لي باللي انت اللي اختاريتي في الأول، حتى حد ما بزز عليك. كنت كنقول لهم باللي أنا ما فكرتش مزيان وكل شي جا دغيا، ولكن أنا دابا على يقين باللي ماشي هو الشخص المناسب. كان كيسحب لهم باللي شي حد كيحرضني، والمشكلة زادوا كتر الحساد، كانوا كيحسدوني هادي شحال على القراية ديالي ودابا على الخارج وعلى الزواج. رجعت للمحاصرة من جميع الجهات، بقيت كنحس بالضيق في الصدر ودقات في القلب ديالي اللي كانوا تقال، اللي كانوا ماشي حتى ليه. كنت حاسة بالخطر الكبير. ماما مرضات بزاف، واخواتي هدوني وقالوا لي اذا مشات وقعت لها شي حاجة انت اللي غادي تكوني السبب. انا استسلمت للامر الواقع وخرجت من القراية. هذاك العام كان عندي الباك، والاحلام ديالي كلها تدمرات وكل شي مشى. كان عليا ضغط كبير بزاف، وانا بنت في العمر ديال 18 سنة، كنت حاسة براسي في دوامة كبيرة. واحد النسيبة ديال خويا كانت هزة معايا الضد، كان ديما حاقر عليا، وهي من بين هادوك اللي صابوني بالعين في القراية ديالي، وزاد الحد ديال الحسد ديالها والكره ديالها ليا. على الخارج اللي مشيت له وعلى الدار اللي غادي نسكن فيها، النهار اللي جا راجلي من الخارج هي كانت معنا في الدار بحال الا كانت كتستنى فيه، بقات غير حدايا هي وبنتها. انا كان عندي احساس ان شي حاجه غادي توقع، وفعلا الغد ليه مرض وناضت الودن ديالو كتحرقه. مشى عند الطبيب قال له باللي انها حبه كاينه في الوسط ديال ودنه، وهذه كانت غير البدايه ديالو مع الامراض. من هذاك النار هو اللور اللور. واحد النهار انا كنت مع العجوزه ديالي، حتى كنت فاجئ بالمرض ديال لوستي هجمات عليا وضرباتني. كنت بوحدي في الدار، هداتني باللي غادي تدمر لي حياتي، كنت اول مره كنشوفها هكذاك. قالت لي هادي داري بحكم هي عايشه في السكن الاول وانا في الثاني. قالت لي هادي كامله داري، وشنو كتعملي هنا؟ انا بقيت غير ساكته ومصدومه. وقبل العرس طلبت من ماما انها ما تعرضش عمتي ونسيبه ديال خويا. قلت لها هما ما كيبغيوليش الخير اما، لانني كنتوقع منهم اي حاجه، وشوف شنو قالوا وشنو عملوا، راه كيحسدوني بزاف. هنا ماما تعصبات مني وما بغاتش وما سمعتش لكلامي وعرضاتهم. وانا تصدمت ملي شفت حتى مرات لوستي في عرسي. قلت هذيك شنو اللي جات دير هنا؟ انا قلتها في نفسي، وهي ما حيداتش من قدام راجلي، ركبات معنا في الطوموبيل، ومن مور مسافر راجلي للخارج رجعت تهجمات عليا وقالت لي والله لا بقيتي هنا او لا حتى مع هاد الراجل، والله لا فرحتي معاه او حتى في هذيك البلاد الاوروبيه. واحد النهار طلعت للسطح، لقيت الشربيل ديال العرس ديالي مسيب تماك فوق السطح، وحتى واحد من البيجاما ديالي كانت مقطعه من الكتاف. انا نشكيت غير في مرات لوسي. خرجت لي الفيزا، والاغلبيه اللي كانوا في الدار ما عجبهمش الحال، تعصبوا وبداو كيسخروا مني وكيقولوا ان هذه ما تستاهلش انها تمشي لاوروبا. واحد عمتي كانت كتصل بماما وكتقول لها الله اللي يجيب لها التيسير، والله لا مشات من ديك البلاد. واحد بنت عمتي رمت لي التصاور ديال الفيزا من مورا الماريو حيت كانوا جاوني زوينين. المهم مشيت لاوروبا، وفي الاول كنت مرتاحه وفرحانه بزاف وعجباتني الحياه تماك، لقيت الاحترام والتقدير وحسيت براسي تولدت من جديد. لكن للاسف داكشي كان بحال الحلم الزوين، ورجع بان الاثر ديال العين والحسد والكيد، واكيد حتى السحر الاسود. راجلي مرض بزاف وضعاف، وكل مره كيبان فيه المرض. الدار تخربات بالمره، حتى من الحيط تقشر، التلفازه تخسرات، والبومبيات ديال القواد استهرسوا، والما كيهبط على الجيران، والبقع ديال الما كبيره كانت في السقف. الدار تريبت بالمره. واحد الليله راجلي لقى راسو واقف، كان واقف في الظلام ما عرفش راسو كيفاش ناط، وقال لي انه خاف. واحد المره كان خدام هو في الليل، وفي الصباح سمعت انا الدقان في الباب ديال البيت، نطت وفتحت لكن ما لقيت حتى شي واحد. تقدمت جهه الباب ديال الزنقه، حليته
لقيت راجلي واقف، قلت له علاش كنت كتدق؟ خلعتني هنا هو تصدم وقال لي انا ما دقيت ما والو، انا يلاه وصلت، كنت غادي عاد نجبد السوارت. واحد الليله سمعنا التقطيق في الصالون، راجلي قال لي شكون هنا؟ انا شدتني الخلعه، مشينا دورنا الدار كامله لكن ما لقينا والو، وراجلي كرهني بزاف، رجع كيتعامل معايا قبيح وقال لي انا ملي شفتك ما شفت الرباح. وانا كان يبقى فيا الحال بزاف، والأسوأ من ذلك ملي جراو عليهم الخدمه. رجعنا للمغرب وعشت مع عائلته، وزادت الامور تعقدات ملي راجلي قطع عليا الهضره وما بقاش حاملني. وفي هذيك الدار كنت كنشوف ديما الكحوليه قدام البالكون، كنت كنبقى نشوف بحال شي حد كيراقبني، كنت حاسه بشي حد كان معايا، وديما كنت كنوض وكنغوت بالليل وانا ناعسه، ما كنتش كنفطن براسي وانا كنغوت حتى كينوضوني. ومن كثره المشاكل بيني وبين راجلي والعائله ديالو جاني الاكتئاب، كنت كنشنق راسي بالشال وبقيت كنفكر في الانتحار. صبرت مده طويله على سوء المعامله، على الحقره والذل، حتى قررت انني نبدل حياتي. جمعت حوايجي ورجعت لاوروبا وتلاقيت المساعده وارتحيت نفسيا وخدمت وكل شيء. كانوا باقي لي غير جوج سيمانات باش ندفع الوراق. كحالت لي الدنيا في عيني وما بقيتش قادره نتنفس لهوا ديك البلاد. كرهت الناس اللي خدامه عندهم والناس اللي قدموا لي يد المساعده، بقى كيبان لي غير المغرب. ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي سمحت في كل شيء ورجعت، سمحت في الوراق وفي الخدمه وفي كل شيء. حسيت براسي كنجرب السلاسل، شي قوه خفيه كتجرني صحه. تمنيت الساعات وانا في الكار وفي ذهول وصدمه، ما عرفاش شنو كندير. وصلت الخزيرات وكنقول انا فين غادا، ما قدرتش نوقف، غادي نقطع ورقه الباطو حتى لقيت راسي في المغرب. تلقاوني والدي وشافوني وتصدموا، وجهي كان زرق ومخطوفه. كان باقي لي شهرين في الوراق وما قدرتش نرجع، حسيت براسي متقفه ومربوطه. حتى النهار اللي تحرقوا لي الوراق وصافي، عاد بقيت كنقول علاش رجعت وشنو كنعمل هنا. تصدمت ومرضت وبقيت تقريبا عام وانا حابس راسي في واحد البيت، وطلقت من هذاك. حتى قررت انني نوض ونخدم، عاد بديت كنرتاح. مشيت كنعمل الرقيه وما بان ليا والو. نهار اللي عملت الحجامه خرج الدم الكحل من الاسفل للظهر ديالي، واللي ديما كان كيضرني. واحد النهار وانا في ديك البيت ناعسه سمعتهم كيناديوني بسميتي حنان حنان، وبصوت مخيف، والبيت كان فيه الظلام. خرجت كنجري وطلعت الفوق، يا ما عملت الرقيه. وكان داك الشي عادي من غير واحد المره شداتني البكيه، وواحد المره ضراتني رجلي بزاف. حليت المصحف الكريم وبديت كنقرا سوره البقره، ما كنتش كنداوم عليها. وفي الدار ديما كنت كنسمع شي حاجه كتعيط لي، اما بالصوت ديال اختي واما بالصوت ديال شي حد من العائله ديالي. كنشوف بحال الاطياف وشي حد ناعس معايا. واحد المره اختي كانت ناعسه معايا، شفت يد بالاظافر الطويله باغا تقيسها، حتى اختي الممسوسه داخل هذاك الشي بسبب الحسد. واي حد كيبغي يهضر معايا كيمرض وكتوقع ليه شي حاجة. مليت وعييت بالأفكار وفكرت أنني ننهي حياتي. رجعت لأوروبا وبغيت نبدأ من الصيرو، والمشكل الدار اللي دخلت ليها كيتخسر فيها كل شي. وهالدار اللي راني عايشة فيها حاليا تخسرت الثلاجة والماكينة الصابون والسخان ديال الماء، وشحال الماء عنتهرسو، حتى من الدار اللي خدامة فيها شحال من حاجة تخسرات ليهم. عييت عييت بزاف، حتى كتجيني الدوخة من قوة التعصب من هاد الوضع. ديما كنحلم راسي في عالم غريب وكناكل، وديما من اللي كنفيق كنكون شبعانة. كل ليلة تقريبا كنحس راسي في عالم غريب، حلم قريب من الواقع. حلمت راسي حامل وتزاد عندي بيبي، كنت كنرضعه وكنفيق وكنحس بآثاره. الروح ديالي كتسافر داك العالم الغريب، وأنا كنهضر بزاف قبالة المرايا، وكيعجبني بزاف الافلام ديال الرعب والخيال. وهذا هو السبب اللي خلاني انني ندخل قناه حماد القرشي،
أول قصة سمعتها هي قصة سارة، عجبتني بزاف وحسيتها قريبة شوية من حكايتي. في الجزء الثالث كانت هضرات على واحد الشخص ساعدها، أنا بدوري بحثت عليه وتواصلت معه، حكيت له بالمختصر الحالة ديالي وأكد لي داكشي اللي كنت خايفة منه، ألا وهو السحر الأسود والجن العاشق. قدر يتواصل معه وعن طريقي، هو ما هضرش على لساني لكن حسيته كيهضر في العقل ديالي. قال لي أي ميساج جاك لراسك قوليها لي. ومن اللي ذكر الاسم ديالو أنا ابتسمت بسخرية وحسيت باللي ماشي أنا اللي ابتسمت، شي حاجة في الداخل ديالي كانت بحال اللي كتحداها بصوتي من اللي كيقول له ما تقدرش عليا. الحمد لله قدر يقضي عليه من بعد ما حاول يهرب منه بكل وسائل. وهذه كانت حكايتي مع العالم الآخر، والله يبعدهم علينا ويشافي الجميع. وكتزيد وكتقول أخي حمادة كنت منا نكون عرفت نحكي لك. وهذا كان غير المختصر ديال الحكاية ديالي، أنا بغيت نزيد لك شي أحداث وانت حطها في الوقت ديالها. أنا قبل ما نتزوج كنت مشيت عند خالتي، هاد خالتي كانوا كيسقيو من الماء ديال العين، هداك العين اللي كان كلشي عارف باللي مسكونة، سميتها عين فاطنة، حدا المقبرة المنصية والجامع القديم، وشحال من واحد بانوا ليه الجن تماك. وأنا كنعمر الماء، هداك الماء اللي بان ليا كحل شدتني الخلعة، كنت غير بوحدي وكان معايا غير واحد البغال حشاك، حيت من تماك ومن حدا العين وجيت كنتونس قدام البغال حتى جاو الناس وقدرت نتحرك. أنا عندي خوف كبير من البير وحتى الشهريش، ما نقدرش نطل في شي بير نهائيا وأنا بوحدي. وأنا بوحدي كنت فكر مور من طلقت، كنت خدامة في ديك الساعة، مشينا عند شي ناس في واحد البادية وماما طلبت مني أنني نعمر الماء في البير، مشيت ولكن قلبت وجهي ما قدرتش نشوف العمارة ديال الماء وأنا قالب الوجه ديالي. وبشحال من مرة كنت كنحلم بالماء ديال البير وكان خاف بزاف. بغيت نعود لك شنو اللي وقع لي وأنا عايشة في الخارج، كنت باقة مزوجة وكنت كنتفرج في الفيلم ديال الرعب أمريكي، خفت بزاف وحسيت بشي حاجة كتدور قدامي، هزيت القرآن وحطيته على صدري، ما قدرتش نبقى في الدار وخرجت. وأنا في الشارع طلعت عيني عند الشرجم، حسيت شي حد كيراقبني ومن تماك شي حد كيشوف فيا، وبزز باش رجعت للدار. شحال من مرة كنت كنبقى واقفة وكنشوف شي بلايص وكنقول شي حد كاين، وتماك كنحس بيه، ديما كنحس بالسخونية في الأماكن اللي كنت واجد فيها. تراكم العين والحسد جعل الشياطين كتهاجم عليها بزاف، حتى من الصلاة كنت كنعكز عليها، ما بقيتش كنقدر نعمل الأعمال ديالي، فشلت في حياتي. كنشوف الأيام كتجري وأنا واقفة، أنا واقفة في مكاني ما درت حتى شي حاجة، كندور في حلقة مفروغة. والله يبعد على كل واحد العين والحسد والسحر. وهذه هي قصتي، وقصتي طويلة ولكن قلنا غير المختصر، والله يرحمنا جميعا. كانت هذه نهاية القصة ديال هاد الليلة، كنتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا معنا في القصة اللي فيها بزاف المعاني، وباش الواحد ياخد كل الاحتياطات ديالو في هاد الحياة، وباش إن شاء الله ما يتصابش بهادشي اللي تصابت بهاد الأخت، لأن العين والحسد والسحر كاينين ومذكورين في القرآن، الله ينجينا وينجيكم منهم. فدائما دواء ديال كل هادشي فهي الصلاة في الأوقات ديالها والأذكار وتحصين النفس، وخص دائما الواحد يكون ديما على الوضوء. فطبعا إلا كان كيدير هادشي راه فدائما غادي يكون محصن بإذن الله. فهادشي اللي كاين في هاد السهرة ديال هاد الليلة، اللي نسى ما عملش لايك يعملها دابا، وماذا بكم تبارطاجيو القصة مع الأصدقاء ديالكم، واللي ما مشتركش يشترك، لأننا غادي نكونوا في رمضان معكم في واحد العمل إن شاء الله بإذن الله، اللي غادي يكون كل نهار حلقة، فما غاديش نحرق لكم المفاجأة. فاللي بغى يعرف هاد المفاجأة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويبارطاجي القصص ديالنا مع الأصدقاء ديالو، باش نتلقاو في رمضان
في 30 حلقة. وهذا الشيء اللي كان عندي. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم حماد القرشي من قناة أراوي ستوريز، وكنت من لكم كوابيس مفزعة. سلام سلام سلام.